النهارده عيد حلول الروح القدس، بيسموه ايه كمان؟ عيد العنصرة او عيد البنتقوستي. يعني ايه عنصرة ويعني ايه بنتقوستي؟ العنصرة دي كلمة عبرية يعنيها تمام الخمسين، يعني احنا كملنا الخمسين يوم. وطبعا الخمسين ده له هدف ممكن نتكلم فيه، اشمعنى يعني بعد خمسين يوم يحل الروح القدس، او ليه في التوقيت ده المسيح صعد من عشرة ايام؟ يعني في العشرة ايام دول هيفرق في حلول الروح القدس؟ ليه ما ارسلش الروح القدس تاني يوم ما صعد؟ بس دي لها فكرة ممكن نتكلم فيها عشان تاخد وقت يعني. لكن فكرة العنصرة هي كلمة عبرية زي ما قلنا معناها تمام الخمسين، خمام خمسين يوم. والبنتقوستي دي كلمة يونانية برضو معناها بالعربي تمام الخمسين يوم. عيد العنصرة أو عيد حلول الروح القدس ده من أهم الأعياد اللي موجودة في الكنيسة، ده يعتبر آخر عيد من أعياد السيدية الكبرى في ترتيب الأحداث. طبعا عارفين إن في سبع أعياد سيدية كبرى وسبعة صغرى، تمام؟ السبعة الكبرى يعني هم كلهم ما معناهم، طالما أعياد سيدية يعني مرتبطة بمين؟ بالسيد المسيح. لكن الفكرة الكبرى يعني دي اللي تخش مباشرة في خلاص الإنسان، اللي هم إيه؟ ناخدهم كده بالترتيب، ترتيب الزمني بتاعهم. أول حاجة البشارة، بعد البشارة الميلاد، غطاس، شعانين، قيامة، صعود، وبعد كده إيه؟ عنصرة. يسموا الآباء عيد العنصرة أو عيد حلول الروح القدس ده تاج الأعياد. يعني زكاة الأعياد كلها مهمة، لكن التاج بتاعها هو عيد العنصرة. وسامحوني إحنا يمكن ساعات ما بنهتمش بعيد العنصرة ده زي بقية الأعياد، في حين إن عيد العنصرة أو عيد حلول الروح القدس ده لا يقل أهمية عن القيامة مثلا. ويقولوا كده الآباء إن كل الأعياد اللي السيد المسيح أو كل الأعمال اللي السيد المسيح عملها كانت عشان تصب فين؟ في عيد حلول الروح القدس. يعني السيد المسيح لما تجسد طبعا كان فيه غرض من التجسد، لكن في النهاية كان عايز ايه؟ حلول الروح القدس. والقيامة السيد المسيح طبعا كان فيه غرض اساسي من القيامة، تمام، اللي هي عملية الفداء، اتمام عملية الفداء، لكن في النهاية برضو كان يهمه حلول ايه؟ الروح القدس. الموضوع كده ببساطة، السيد المسيح قبل الصعود وقبل حلول الروح القدس كان عايش فين؟ على الارض وسطينا، تمام. لكن بعد ما صعد وارسل الروح القدس بقى عايش فين؟ فينا. شفتوا اهميه حلول الروح القدس؟ قانون احلى ان السيد المسيح يبقى عايش وسطينا ولا يبقى عايش في كل واحد فينا، وده الهدف من الصعود ومن ارسال الروح القدس. أحد الآباء كده تأمل، ويمكن تأملات سريعة كده عشان ما أعطلكمش، في المظاهر بتاعة حلول الروح القدس، تمام؟ يوم ما نرجع كده لأعمال الرسل الإصحاح الثاني في حلول الروح القدس كلها كده إيه؟ ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت، عدوا معايا، صوت كما من هبوب ريح عاصفة، يبقى صوت وريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة نار، صوت ريح عاصفة ألسنة نار منقسمة، وكأنها استقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس. امتلاء، أربع صفات صاحبه حلول الروح القدس. وتعالوا كده نبص في كل حاجة كده سريعا ونشوف ايه المغزى منه. اول حاجة كانت صوت، ريح عاصفة، ألسنة نار، وكل ده عمل فين؟ ملأ الجميع، الامتلاء. اول حاجة كانت تميز حلول روح القدس ان هو صوت، لان كان في بعض الافكار بتقول على انه روح القدس ده عبارة عن طاقة كده جوه الانسان، تمام، او فكرة جوه الانسان. لا، نحن نؤمن في عقيدتنا ان الروح القدس صوت، يعني كيان شخص، هو في يعني الشخص لازم ان يبقى له صوت، صح؟ فهو صوت يعني شخص، اقنوم، هو روح الله، هو ايه؟ روح الله. فعشان كده لما نيجي نخاطبه نقول له ايه؟ ايها الملك السمائي هلما تفضل
وحل من خلال ايه؟ روحه. اكنوم، اكنوم الروح القدس. طب احنا بنشوف الروح القدس ده بعنينا؟ حد بيشوفه بعينيه؟ يقول لك لا، احنا ما بنشوفش الروح القدس، لكن نسمع صوته جوه واحد، جوه كل واحد فينا. عشان كده يقول لك السيد المسيح لما جه يتكلم عنه يقول لك ايه؟ الريح تهب حيث تشاء، الريح تهب حيث تشاء، حيث تشاء، ولا تعلم من اين تاتي. حد فينا بياخد باله الريح دي بتبقى جايه منين؟ لكن ايه؟ يحس بيها او يسمع صوتها، ولا الى اين تذهب، ولكنك تسمع صوتها. هكذا كل من ولد من الروح القدس، يعني كل واحد ولد من الروح القدس يسمع الصوت ويحس بيه، لكن هو عارف يا جا منين الصوت ولا رايح فين. الآية واضحة. عشان كده تجدوا كان قبل ما السيد المسيح يصعد وقبل ما يحل الروح القدس كان يقول لك ايه؟ من له اذنان للسمع فليسمع. لكن بعد ما حل الروح القدس كمل بقى الآية قال لك ايه؟ من له اذنان للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. فيقول لك كده الروح القدس اول حاجه صوت، صوت بيتكلم جوه كل واحد فينا، لكن الشاطر اللي يعمل ايه؟ اللي يسمع. وده اللي يفرق. هنا بقى يظهر الفرق ما بين الانسان الروحاني والانسان اللي عايش على السطح. يعني تجد ان الانسان الروحاني ده شخص زي ما بيسموه كده مرهف الحس، ببساطه يقدر يسمع صوت ربنا. تلاقيه من كتر ما هو كان يعني الشخص دوت مندمج في الصلاه، قرايه الانجيل، التناول، الاسرار بتاعه الكنيسه، تلاقي ودنه كده ايه؟ حساسه، لان روح ربنا يقول لك ما هيش قويه ولا شديده، يقول لك روح القدس صوته صوت كده خفيف، عمره يعني ما ينفع يتسمع في الدوشه. لو انسان عايش وسط الدوشه، وسط العالم وملهي بتفكيرات وخطايا ومشاغل العالم، عمر ما يقدر يسمع صوت ربنا. وخدوا بالكم الآية كانت واضحة مهمة جدا، ويعني تعتبر نير على كل واحد فينا. يقول لك كده اليوم إن سمعتم صوته لا تقصوا، اليوم إن سمعتم صوته صوت الروح القدس لا تقصوا قلوبكم. الإنسان اللي قسي قلبه مشكلته هو، يعني لما تيجي تلاقي ان الروح القدس جواك كده بصوته يقول لك ايه؟ فلان ده انت مخصمه، روح صالحه. انت بقى يا تسمع يا ما تسمعش. لما الروح القدس يقول لك قوم صلي، يا تقوم تصلي في ساعتها يا اما راحت عليك. احنا كلنا لما تيجي علينا اوقات كده مثلا، ممكن مثلا تلاقي ايه وقتها كده ايه حاجه كده تنغزك في قلبك تقول لك ايه؟ قوم صلي. لو انت ما قمتش في ساعتها صليت وصليت بعد كده، تحس ايه؟ ان انت مش مبسوط بالصلاه. ترجع تقول لك ايه؟ انا بصلي بس انا مش حاسس بطعم الصلاه، لان انت ما صليتش في وقتها. كان وقت ما نغزك الروح القدس كان احلى وقت تطلع تقف تصلي فيه، لانه كان ساعتها هو يعني عايز يديك حاجه حلوه. بس احنا اللي بنقصي قلوبنا. اول حاجه صوت. يبقى دايما نفتكر ان الروح القدس جوانا له صوت، والشاطر اللي يسمع. تاني حاجة كانت ايه؟ هبوب ريح عاصفة. الريح دي لما بتيجي بتعمل ايه؟ اي ريح في الهواء ايه اللي بيعمله؟ ها؟ بتعمل حركة. لو في شوية تراب، لو في شوية انا اسف سامحوني في اللفظ زبالة في الارض تطيره، تمام؟ لكن لو حاجه يعني زباله بقى ماسكه في الارض، ها؟ ما تقدرش تطيرها. هو الروح القدس كمان جوانا كده يزلزل كل واحد فينا، ويقول لك خد بالك، شيل شويه التراب، روح توب، روح قدم مغفره، روح لاب اعترافك، يزلزلك، يهز انا اسف سامحوني تاني شويه الزباله اللي ممكن تبقى موجوده جوه كل واحد فينا. وبرده الشاطر اللي يبقى بيسمع ويدي فرصة للريح انها تنظف. يا اما تلاقي واحد تاني مكلبش ماسك ما عندوش استعداد انه يسيب. طب الروح القدس هيعمل حاجة كده؟
كل واحد بضميره بقى. يبقى أول حاجة صوت، اجتهد إن أنت تسمعه. تاني حاجة ريح، تهز وتشيل الأمور بس اجتهد إن أنت تديها الفرصة. تالت حاجة ألسنة نار منقسمة، ولما تبصوا كده للنار تجد إن النار كده لها شوية مداليل، يعني حاجات كده تكون مصاحبة ليه. لكن هنا مع حلول الروح القدس، أول حاجة لما بيبقى فيه نار في مكان، النار دي بتعمل إيه في المكان؟ تسخنه، تسخن المكان، تسخن. فيقول لك إذا كانت النار بتاكل، تاكل الشوائب والحاجات دي، لكن في نفس الوقت تجد إن النار تسخن المنطقة اللي حواليها. والنار بتاعت الروح القدس لما تبقى جوانا تسخن كل شخص فينا إن هو يبقى عايز إيه؟ سخن كده روحي، حابب إن هو يعيش حياته مع ربنا، تجد إن هو إيه؟ حابب إن هو يصلي، حابب يقرا الكتاب المقدس، حابب الخدمة، حابب القداسات، حابب إن هو يسهر كل شيء، لو عنده مشكلة يسهر طول الليل عشان بس يصلي لأجل المشكلة دي. تلاقي إنسان سخن. لكن تلاقي إنسان تاني جواه الروح القدس بس هو ما ادلوش الفرصة إن هو يشتغل، ما اداش فرصة للنار إنها تسخنه، فتلاقيه بارد كده، آسف في اللفظ يعني. لكن السيد المسيح أو الإنجيل يقول لنا إيه؟ كونوا حارين في الروح. يعني من جهة الأمور الروحية لازم كل واحد فينا يستفاد من الروح القدس أو من سكنة حلول الروح القدس جواه ويكون حار. كمان أنا آسف بقى، خلونا كده في الحب يعني. الحب كده يقول لك إيه؟ مش عارف إيه، الحب مولع كده، صح؟ فيقول لك النار كده برضو تفكرنا، ألسنة النار تفكرك إن الروح القدس جواك يخليك كده يبقى عندك شوق وحب لربنا نفسه. تبقى أنت سخن روحياً من جهة ربنا، ونتيجة إن أنت سخن روحياً يبقى شوقك كده إيه؟ مولع، ملتهب، حلو التعبير، ملتهب. ناحية إيه؟ ناحية السيد المسيح. يبقى أول حاجة صوت، وقلنا الصوت ده الشاطر اللي يسمعه، هبوب ريح تنظف سواء الأتربة أو أي شوائب موجودة بس الشاطر اللي يديها فرصة. تالت حاجة نار، النار دي تعمل إيه؟ تسخن وتدفي وخلينا كمان إيه؟ تولع أو تلهب الحب بتاعي اللي بيني وبين ربنا. آخر حاجة امتلأ الجميع، والامتلاء دايما كده يفكرنا بفكرة المية. المية هي دايما كده يقولك لما تحب تملى حاجة أسهل حاجة دي ايه؟ دايما أول ما يقولك املى تفتكر على طول ايه؟ المية. وده جه منها كلمة الماء الحي اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس. فالماء الحي إشارة إلى الروح القدس، تمام؟ وهنا يظهر الفرق بقى، خدوا بالكم، ما بين سكنة الروح القدس والامتلاء من الروح القدس. تاني، سكنة الروح القدس والامتلاء من الروح القدس. يا ترى كلنا ساكن فينا الروح القدس ولا كلنا ممتلئين من الروح القدس؟ ها؟ ساكن فينا الروح القدس من وقت المعمودية، بس المعمودية يعني تبعد الخطايا الجدية أو تمحي الخطايا الجدية، لكن سر الميرون هو اللي يسكن فينا الروح القدس، يعني الروح القدس يحل فينا في سر الميرون مش المعمودية، تمام؟ طب بعد ما يسكن فينا الروح القدس يقول لك يجي بقى دورك في ان انت تمتلي، تمتلي من الروح القدس. هو خلاص زي بالظبط، عارفين ايه؟ لما تجيب كوباية، كوباية مية وتحط فيها ايه؟ شوية مية، فتقول لك فيها مية، يقول لك اه فيها مية، فيها مية، مليانة شوية مية، مليانة شوية مية. لكن في واحد تاني يقول لك ايه؟ يجيب لك الكوباية ويعملها ايه؟ يملاها فل على اخرها. فده هنا ايه؟ يقول لك ممتلئ تماما من الروح القدس. وده اللي كل واحد فينا برضو بيعمله، زي الصوت يسمعه، الريح يديها فرصة انها تشيل وتنظف، الحرارة او النار تديها فرصة انها تلهب قلبه. نفس الحكاية امتلاء المية، تلاقي واحد فينا يعني ايه؟ يكتفي كده ببقه مية، يبقى عطشان ميت من العطش، بس هو ايه؟ خلاص انا مكتفي يعني، متواضع قوي يعني. لا، دايما كده يقول لك في الحياه الروحيه خليك اناني، في خلاصك خليك اناني، تمام؟ عندك، انا اسف يعني انجاز التعبير، يعني جرد الميه كبير،
ما تاخد فيه اللي انت عايزه، ما تاخد منه كل اللي انت عايزه، ارتوي زي ما انت عايز، ارتوي بالصلاة، ارتوي بقراية الإنجيل، ارتوي بالخدمة، ارتوي بالتناول، كل أسرار الكنيسة ارتوي منها، كل يعني ما هو يربطك بالسيد المسيح اربطه، يعني ارتبط به أو امتلئ منه. لكن احنا بنكتفي بان احنا ناخد بق شفطة كده على الماشي. فيقول لك من آمن بي تجري من بطني أنهار ماء حي. يعني السيد المسيح مش باخل عليك بشيء، ده بيقول لك انت مش بس فكره ان انت ممكن ترتوي او تشرب، لا انت ممكن، انا اسف في اللفظ، تدلدق كمان ميه. انت عندك استعداد تدلدق ولا انت مكتفي بان انت تاخد شفطه وتفضل طول الوقت عطشان؟ خدوا بالكم النهارده عيد حلول الروح القدس، لكن نفضل طول فتره صوم الرسل نحتفل بحلول الروح القدس. نحتفل بيه ازاي مع ان احنا خلاص بقى بنرجع نصلي ثانوي تاني؟ فنسبح اسم الرب، اللحن اللي بيتكرر على ما سمعنا في كل قداس، يقول لك ايه؟ صعيدا الى اعلى السماوات و لنا البركه. كل قداس نقعد ومش نقولها مره، ده شوفوا بقى طول فترة التوزيع فنسبح اسم الرب، ونقولها مرة بالعربي ومرة بالقبطي ومرة باليوناني، وهنا كمان نقولها بالألماني. يعني طول فترة الصيام بتاعت الرسل ديت نفتكر حلول الروح القدس ونحتفل بيه، عشان ده يعتبر أهم من أعياد، زي ما قال الآباء كده، تاني تاج الأعياد. ولربنا المجد الدائم أبدا آمين.